رغم ان انا يعني لاي سبب ما ان انا افقده بالعكس، وهو راديو 90 ومعلمين، وخلي بالك ان هو الموضوع دلوقتي ما بقاش متعلق بيا، معلمين دول اللي بيسمعوا، سيبك من يونس خالص بقى دلوقتي، المعلمين دول هم الساده المعلمين اللي قاعدين ظابطين الراديو على 90 عشان يعرفوا الجديد وعلشان نتفاعل مع بعض. اول موضوع زي ما الناس سمعته ان هو حصل اختلاف في وجهه نظر على مشروع انا بعمله، نشر بشكل او باخر ان هو انا سميته على اسم البرنامج، لا ما اسموش اسم البرنامج خالص، فقال لي ان ده ما ينفعش عشان تعقدي، فانا يعني بدرت وقلت خلاص هو كان اسمه احمد المعلم احمد يونس، فقلت شيل احمد يونس خالص عشان يعني ملوش لازمه خالص، يعني مش عايزين نخسر بعض، لان عمري ما كنت ناوي ان انا الموضوع ينتهي بانفصال يعني ما وافقوش. وكان الرد ان احنا يعني يتم ما نشر ان هو ان انا اتعرض عليا حلول وسط، وان انا اتقال لي غير النشاط، والكلام ده ما حصلش اصلا. انا مش معقول هيتقال لي طب غير الاسم، طب مش عارف اعمل ايه، فاقول لهم لا انا مستقيل اكيد ما حصلش يعني الحقيقه. فانا انا اللي اتقال لي ما في كده نصا اقفل او مش هينفع اللي كان اتقال بقى كلام ان انا ان انا عملت هاشتاجز وان انا حررت وان انا مش عارف ايه، انا اكبر واعلى من كده بكتير قوي الحقيقه، يعني ان انا احرض الناس على مكان اشتغلت فيه 15 سنه، لا عمري عملت ده ولا هعمل ده ولا بفكر اعمل ده. هو في بس حلقه مفقوده ان الناس بتحبني، والناس اي حد بيجوا عليا بيجي عليا الناس ما بتسكتش، فالناس دي اهلي، فتخيل لما اهلك يشوفوا ان انت بتتضرر فمش هيسكتوا. وفي الاخر اتكتب البرنامج مغلق للتحسينات، فانا قلت خلاص تمام مغلق، انا مصدق يعني انا راجل بحترم نفسي وما وشايف ان حته ان انا اتوقف عن برنامج نسب استماعه وصفحته بتعادل صفحه المحطه بالكامل، فانا لما حد يعمل معايا ده لا انا ما بلوش الحقيقه، انا 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 شلت مكان من 15 سنه ومقومه وليا دور فيه ما حدش يقدر ينكره، زي ما المكان ليه افضل عليا انا ليه افضل على المكان. فانا حسيت ان انا مش عارف يعني فجاه ترمى كل ده ويتنسي لاسباب انا لحد دلوقتي الحقيقه مش عارفها، فانا قلت خلاص يا جماعه مستقيل السلام عليكم. الاستقاله ما اتقبلتش واترفضت حتى لما تم فصلي شكرا. دلوقتي احنا في فتره لطيفه جدا ان اي حد بيقول اي حاجه عايزها على اي حد، انا زعلان منك فاسال كلمه ايه اخوان، انا لسه جاي بقى اتقال عليك ان انت اخوان عادي جدا، ده الكلمه دي بتتقال من قديم الازل ودايما، واتقال عليا بص انا اخوان، واتقال عليا فلول، واتقال عليا لحس بياده، كل فتره يعني بص ليه بقى ده بيتقال لي، انا واخد على عاطفي كده ان انا عارف اللي هو بقول الحق وخلاص، لو انت غلطان هقول لك انت غلطان، لو انت تمام هقول لك انت تمام، بغض النظر انت مين. فهو كده انت هتحسب على اي تيار تبتدي تتكلم ان مثلا في حاجه كويسه حصلت. انا راجل ربنا اداني كده سمت الخلق يعني بحاول اكون خلوق شويه، فده يفسر باي شكل عايز يفسر واللي عايز يفتي واللي عايز يقول عليا يعني انا مستني بكره اطلع من داعش بقى الخطوه اللي جايه، وبعد كده ممكن يقول لك مش في كباريهات بعد البرنامج بس عادي انت خلي يقول. انا عارف ان ده يعني هي ضريبه شغلانه وضريبه نجاح وضريبه تعب وضريبه جمهوريه كبيره، الحمد لله ربنا كرمني وعملتها من المستمعين. فانا اللي يهمني حاجتين، يهمني اللي بيسمعوني يعني رقم واحد، هم دول واثقين فيا، الناس دي بتحبني والناس دي انا مسؤول عنها، ان انا ما اخونهمش ما بيعهمش ما ضرهمش باي شكل، ويهمني المؤسسات المحترمه اللي انا بشتغل معاها، اذا كانت المؤسسه اللي كنت بنتمي ليها والمؤسسه التي انتمي ليها حاليا سين سين. المؤسسة اللي كنت بنتمي ليها ليها افضال عليا، وهفضل طول عمري اقول شركة او نجوم اف ام هي اللي عملتني. 90 بتكمل مشوار مهم جدا وبتكمله في مرحلة حرجة ومهمة جدا، وشايف انه يعني هيفرق معايا جدا في الفترة اللي جاية. ربنا يخليكوا ليا، انتوا وقفتوا وقفة معلمين، وقفة كلام معلمين. فانا ربنا يقدرني ويسعدكوا زي ما عملنا طول سنين كتير فاتت. هنعمل ده اكتر، وأوعدكم ان احنا هننشكح ونتبسط ونفرح واللي جاي فيه سعاده اكبر. برنامج بيبحث عن السعاده، فالسعاده بتاعتك دي هي شغلتي بقى، يعني الفتره اللي جايه انا بدور على اني ابسطك كده وانتي. ف استعدوا.